البداية لازم نسمع للمريض كويس ونفهم إيش اللي بمخيلته، بالذات في التجميل اللي هو باستخدام الحقن اللي هو النيدلينج تكنيك، استخدام البوتوكس أو استخدامات الفيلر. وبالتالي بدنا نكون إحنا جود لسنر، نسمع للمريض كويس ونعرف شو اللي عالق بذهنه، الشيء اللي هو حاب يعمله، سواء من تكبير خدود أو شفاء، أو عنده متضايق من ترهلات مع المضي قدما في العمر. استخدامات البوتوكس والفيلر بعدة مجالات أو بعدة أمور ممكن أنه يتم استخدامه فيها. في عندك الأعمار الصغيرة وبالتالي بيستخدموه لأسباب، ممكن يكون عندهم خدود صغيرة أو شفة حجمها صغير، أو عندهم خطوط في الجبين أو في الوش كتيرة وهذه سببها ستريس. أما بما يخص الأعمار المتقدمة بالسن فطبعاً بيكون هنا بدايات علامات الكبر في العمر، وبالتالي هون بيكون بيجي المريض بيكون حاب أشياء بسيطة يعملها، بده شفايفه شوي يرجعهم زي ما كانوا قبل 4 سنوات أو قبل 5 سنوات، أو بدها تعمل شوية خدود لأنها نحفت على الدايت أو مع العمر نزل الكولاجين في الوش. فبالتالي هون بصير إحنا نعطي معايير معينة بالوش، كميات مش كبيرة بتكون، وبالتالي بتعطيها رونة وبتحس حالها إنها رجعت زي ما كانت بفترة قبل. مشان إحنا نستخدم استخدامات الحقن البوتوكس أو الفيلر، خلينا شوي نهتم بالتغذية أكتر، خلي عنا نظام حياة يكون صحي، نبعد عن الاسترس قد ما نقدر، وبالتالي هذا حيأخر باستخدامات البوتوكس والفيلر، نبعد عن الاسترس بشكل كبير. هذه كلها بتحد بشكل كبير من استخدامات البوتوكس والفيلر. السن هنا يعني إذا إحنا بنحكي من عمر ممكن 25 وفوق بيبدأ الكولاجين والسيموليشن تبعه في الوش يقل مع الوقت، فممكن أنت من عمر 25 وفوق يكون في استخدامات للبوتوكس واستخدامات للفيلر. استخدامات البوتوكس والفيلر مؤقتة، لأنه المواد اللي بتستخدم في عمليات البوتوكس والفيلر مع الوقت بتدوب وبتتلاشى، فبيكون ممكن يحسن ويعطي نتائج كتير كويسة مع الوقت، لأنه بيعمل على زي ما حكينا سيموليشن للليستين والكولاجين اللي في الوش وبالبشرة، وبالتالي بيحسن، ولكن ممكن بعد فترة يرجع مرة تانية يعيد الإجراءات، وممكن تكون فترة بعيدة وممكن تكون فترة قريبة، بترجع كيف الجسم بيمتص هذه المواد. الفيلر على الأكيد بيكون عند الحاجة، يعني في حالات ممكن تحتاج كل 6 أشهر، كل سنة مرة، ممكن كل 2 مرات. ممكن يعني كل جسم بني آدم بيختلف عن الثاني، في ناس ممكن يتحسسوا، شيء طبيعي لأنه مواد غريبة بتدخل على الجسم، بس هذه نسبتها بسيطة جدا. أفضل أنه يسمعوا لنصيحة الدكتور، مش أي شيء نشوفه ممكن أنه يتقلد وممكن أنه لأنه بيزبط أو بيمشي معنا، وبالتالي هم بيبعدوا عن ممكن أمور هم مش بحاجة أنهم يدخلوا فيها. ممكن إحنا نبرز تعطية، ممكن نعطيها جمالية أكثر، بس لما ما يكون في عنا هالتكتشرز اللي لازم عشان الشغل، فهون بيكون الشغل محدود، وما يعني بدها تتراضى مع اللي موجود عندها من تقطيع.